السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اكلة حلوة جدا. هنعمل فراخ مشوية مع شوية خضار، هتاكلوا صوابعكم وراها ان شاء الله. وهنعمل كمان شوية رز بسمتي. الفراخ ما شاء الله يا جماعة فعلا لونها حلو قوي وطعمها كمان جميل قوي، ولحمها طري. ان شاء الله هنعمل لها تكاية كده هتديلها طعم بصراحة غير خالص. اتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة ويا رب تعجبكم. نسمي بسم الله. معايا هنا لتر ونص من المية، هنضيف ليها هنا فنجان من السكر وفنجان من الملح وفنجان من الخل، وهنضيف لها كمان عصير ليمونة. ونقطع كام شريحة كده من الليمون ونقلب كويس، وهنحط الفرخة فيها. الطريقة دي بتشيل اي ريحة مش كويسة خالص للفراخ، وفي نفس الوقت بتطري اللحم بتاعها. وهاجي هنا هحط لها كمان كام عود قرنفل وربع معلقة من القرفة المطحونة. انا ما عنديش العيدان، طبعا لو حطيت العيدان برضو هتبقى ان شاء الله جميلة معاكم. ونغطيها ونسيبها 3 ساعات لـ4 ساعات في التلاجة. وهنا خلصت معانا، اتنقعت كويس ونضفناها، هنعمل لها التتبيلة بتاعتها. هنحط هنا فلفلتين مع 3 فصوص من الثوم يكون حجمهم كبير، ويحط معاها شوية بهارات، نص معلقة من الروزماري وشوية هيل صغيرين، ونص معلقة زعتر جاف بيدي طعم حلو قوي، ونص معلقة من الفلفل الأسمر، ومعلقة جنزبيل، ومعلقة بهارات فراخ، ومعلقة بابريكا. وهضيف ليها كمان نص الفنجان من الخل وفنجان من الزيت، وكمان عصير ليمونتين، والملح طبعا تبع رغبتكم. وهضيف لها كمان معلقتين من الباربيكيو، بصراحه بيديلها طعم حلو قوي، بس لو مش حابينها خلاص مش مهم. ونص المعلقه من السكر، ونخلط كويس ونفرمها. وبعدين هنحط لها نص كوبايه من الميه، وهنا في المرحله دي دوقوا الملح كويس وظبطوه. وهنا عندي شوية خضار، طبعا الخضار تبع الحاجات اللي انتوا بتحبوها والكميات كمان برضو اللي انتوا عاوزينها. انا استخدمت جزر وبصل وكوسة وبطاطس. هنقطع الخضار بشكل كبير شوية بحيث انه يحافظ على نفسه مع السوي. والبصل من الحاجات اللي بتدي طعم جميل جدا مع الخضار نفسه، طعم البصل نفسه كمان بيكون حلو قوي. هنيجي هنا ننزل بجزء من التتبيلة على الفراخ. انا هنا كمان حطيت صدر مخلي، لان في عندي اللي ما بياكلش الفراخ بعضمها خالص. ونتبل الفرخة كويس جدا من بره ومن جوه، وباقي التتبيلة نحطه على الخضار. من الحاجات بصراحة بيدي لها طعم حلو قوي قوي. وهنيجي هنا هنسويهم في كيس حراري. من الحاجات بصراحة اللي بتسوي اللحوم بشكل فعلا جميل، والخضار يبقى كله مع بعضه في بخاره فبيستوي بشكل حلو، وفي نفس الوقت بتتحمر برضو تحميرة حلوة. هنحط الخضار كله، وهنا الفرخة هعمل لها بس كده تكة بسيطة، بس بصراحة بتغير طعمها خالص خالص للأجمل. عندي هنا فص ثوم هحط عليه معلقة زبدة، وهحط عليها نص معلقة صغيرة من البابريكا، وشوية فلفل أسمر، وشوية ملح، ونخلط الزبدة كويس جدا مع الثوم والبهارات، وندهن الفرخة كلها بيها ومن جوه ومن بره كمان ومن تحت الجلد. بصراحة صدقوني بيعمل تدي طعم حلو قوي قوي، وريحة كمان وهي بتستوي بصراحة ريحة يعني بصراحة كانت حلوة قوي. يعني انصحكم تجربوها كده. وناخد الفرخة ونحطها على طول على الخضار مع الجزء كمان المخلي. وهنكون مشغلين الفرن، وهنحطها على الرف الاوسط على درجة 200 لغاية لما تستوي مع نفسها، ولون الفراخ كمان يتحمر ويكون جميل، والخضار هيستوي اوتوماتيك كده مع نفسه. ونقفل بس الكيس كويس.
وعقبال ما الخضار يستوي هنعمل الرز بتاعنا. هحط هنا شوية زيت وهنزل عليها بصلاية مبشورة ونقلب كويس لغاية لما البصل يدبل معانا. ويحط عليها كمان فلفلتين مبشورين ونقلب تاني لغاية لما الخضار يظبط مع بعضه كده ويدبل ويبقى كويس. وهنا هحط لها البهارات، هحط هنا من معلقة الشاي، هحط هنا معلقة من البابريكا مع رشة فلفل صغيرة وربع قرفة ورشة هيل برضو صغيرة ومعلقة من بهارات اللحمة ومعلقة من السبع بهارات ومعلقة من الجنزبيل وحباية الليمون اللومي حباية صغيرة. وهحط لها كمان ربع المعلقة من الكركم وكمان نص معلقة صلصة ونقلب كويس جدا البهارات دي سوا. وهضيف هنا 3 كوبايات من الرز، ما نقعتوش ولا حاجة، يدوب غسلته بس، ونقلبه كويس مع البهارات لغاية لما يتشرب من التتبيلة حلوة بتاعته. نفضل نقلب فيه حبة كده ونحط كمان كام عود قرنفل. الحركة دي بتدي للرز طعم جميل جدا. وهنحط هنا المية لكل كوباية رز 1.5 كوباية من المية، وطبعا الملح ظبطوه طبعا ما انتوا بتحبوه. وهنسيبه على النار عالية لغاية لما يبدأ ينشف، وساعتها هنهدي النار ونسيبه لغاية لما يستوي مع نفسه. وادي الفراخ استوت وكانت فعلا جميلة ولونها كمان جميل جدا طبعا، يعني وانتوا بتفتحوا الكيس بالراحة عشان البخار اللي فيه. وادي الاكلة بتاعتنا جهزت، انصحكم ان شاء الله يا جماعة تجربوها بجد هتعجبكم جدا. طبعا ما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش اللايك، ودمتم جميعا في امان الله.